لأن التعارض الذي يذكره الناس إما أن يكون بين آية وآية أو آية وحديث أو حديث وحديث، فهذا التعارض بين آية وآية لا يوجد أبداً، لا يمكن أن يوجد تعارض بين آية وآية. وإن ادعى بعضهم تعارضاً بين آية وآية فإنما هذا أتاه من سوء فهمه، هذا أتاه من سوء فهمه، وإلا فالآيات لا تعارض الآيات أبداً. وقوله أو دعوى آخرين أنه تعارضت آية مع حديث، كذلك لا يمكن أن تتعارض آية مع حديث. لكن لو رأى الإنسان تعارضا بين آية وحديث فيقين أن هذا الحديث لا يصح، أو يكون هناك سوء فهم كذلك، فهم سوء فهم للآية أو سوء فهم للحديث. وكذلك بين حديث وحديث لا يمكن أن يكون التعارض، فإن وجد عند البعض إما لصحة أحد الحديثين وضعف الآخر، أو أن هذا يتكلم في باب وذاك يتكلم في باب، أو يكون أحدهما أحد الحديثين ناسخاً والآخر منسوخاً، وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك في الكلام على مختلف الحديث.